مشاعر تلاقي الحلقة اللي فين يا سادة بدي منها يسرق هات الحلقة ده ذهب؟ لا ده من السمنات ها؟ شوف اللوحة اللي ورا في واحدة معاها موبايل اندرويد ومخبيها تطلعه تطلعه من اللوحة اللي كانت مخبية فيها بالحسن هنا حرك اللوحة دي حلاوة 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 بتاع مين ده؟ بتاع مين ده؟ ده؟ جربيه خالص خالص هو انا مش دخلت وقلت بالحسنى ولا قلت ايه؟ خبيه موبايل ايه؟ ما انا مش حافظيها انت قوم اقف وانت تتكلمي حافظيها انت ونفس عليا ليه؟ حتى لو تعرف قلت خطوه واحده مكاني مساء الحمدي طلع الموبايل سخن نار نار حاجة عليا؟ دي حاجة عليا انت كده حاسس؟ في ايه تاني؟ في ايه تاني؟ ولا ولا منك ليه؟ لا في حاجة تاني ليه؟ ولا منك ليه؟ اصل مش مستخدمة والله متبقى ليه؟ قلت لك موبايل ده رايح عادي وقلت كان الطابور بدل مره 10 حصل ولا ايه يا بنت؟ قلت لهم بعد ما حضرتك مشيت قلنا على الصفحه حصل ولا ايه عادي؟ انا مش معايا الموبايل لسه ما جبتش والله دي كتاب نزلها في المدرسه قلت الموبايل ده رايح عادي كنت تتاكد بيجي طول اليوم تستحيل وانت خارجه يا ماما سواق اتاخر يا ماما فين يا حضرتك ما جتش ليه يا بابا؟ لكن مش ده ولما بتعوزوا محمود بتلاقوا على طول اي مس ليه؟ عندك مسكت معايا عندك مسكت معايا وتليفوني انا وانا اللي انا فاضيين فاضيين هدينا اشتغل شات والله ما استخدمتش عشان صور بقى ايه تاني في ايه؟ لا في حاجه صور بقى تفيدوا بعض بالصور ماشي بس شكرا لك ما عرفت ما جيتش تاني لبس بقى اللي هو